أول كان قدومي لتركيا صدفة، أنا ما كنت ناوي بالأساس أجي لهون، قررت أجي بسنة 2014. كنت بعيد عن عائلتي مدة 5 سنين، كنت أشتغل بالسعودية، فجيت لهون وبدأت مشواري بالبحث عن العمل مشان أقدر أجيب عائلتي. أول ما وصلت لهون كان صديق لي في استقبالي بالمطار، بعدين نزلت بأوتيل فترة 4 شهور تقريبا. جيت بالأوتيل كنت محاول أبحث عن مكان للعمل، وصادفت تعرفت على صديق لي بيشتغل بنفس المجال، كان صاحب صالة، فشاركت معه بمعرض، وشاركت معه بمعرض الأرجوان كيف، وكانت بداية انطلاقة هون لي مشاركاتي بالمعارض. بعدين شوي شوي بدأت بالبحث عن عمل له علاقة بالكرتون، أفلام كرتون، وبدأت أتعامل مع شركات بالسعودية بالخليج، وبدأت شوي شوي يعني استقر، وبعدين قدرت أجيب عائلتي لهون. بالنسبة لحياتي بسوريا كانت كنت أشتغل بمجال الكرتون، إخراج أفلام كرتون، عملت بمسلسلات ومثل بالوقت الضايع كان مسلسل مدة سنة اشتغلنا فيه 24 حلقة، كان هذا العمل أكثر شيء يعني اللي أنتجته بآخر سنين قبل ما أجينا هون. سابقا شاركت بمعارض مثل معارض السنوية بتصير بدمشق، وكان إدي مشاركات خارج، شاركت بفرنسا معرض القصص المصورة، وشاركت باليابان بالإلستريشن، وهذه كانت بالتسعينات وبالألفين، سنة الألفين. وبعدين بدأنا مشوار جينا لهون. بدأت هون بالعمل مع شركة لصالح السعودية، فعملت معها مدة سنة ونص تقريبا، فكان هذا المكان هو المكتب، فكنت أحيانا أسرق بعض الأوقات لأعمل أعمال فنية، كان أغلب وقتي كله للتصميم والديزاين والرسم للأفلام كرتون. أيام الفراغ بشتغل باللوحات بالمجال. فبعد هاي الفترة تركنا الشركة وصرت أعمل كرسام حر، أخذ أعمال خاصة لشركات وبنفذها بالبيت أو بنفذها هون. فبالبيت ما عندي مكان للرسم، بيتنا صغير، فبضطر أجي لهون. يعني كل يوم عندي مسافة بالباص ساعتين ذهاب ساعتين إياب، حتى أقدر أرسمني بعض الأعمال مشان شارك بمعارض وكذا. فالوقت ضيق، بس عم حاول أني أعمل شيء يعني مشان أقدم أعمالي وأقدم أفكاري للعالم. خلال فترة سفري من البيت لمكتبي كان في ساعتين، كان وقت طويل، كنت حس بالملل أني لازم هذا استفاد من هذا الوقت. فخطرت لي فكرة أني أرسم سكتشات وبالطريق، فكنت أرسم انطباعات العالم والحياة بالباصات كيف كانت، أرسم الأطفال، أرسم النساء، الرجال. فعجبتني الفكرة وصرت أخذتها عادة، لازم أني أرسم دائما، معي دفتر السكتشات وأرسم بالذهاب والإياب. كان في مكان اني اجلس ارسم، فكان هذا سعاده كبيره لإلي، فكان من النادر اني الاقي مكان اجلس، الباص دائما زحمه وما في مكان للجلوس، فهي كانت فرصه كويسه وفكر ممكن اعمل فيه معرض ان شاء الله. لما كنا بسوريا كان في معاناه بالحياة بشكل عام، فخطرت لنا شخصية نسميناها أبو عذاب. أبو عذاب هي من المعاناة اليومية لحياتنا بسوريا، ف
كنا لما بنروح على العمل كان في دائما حفريات او في معاناه بالمواصلات، فخطرت لنا ابو عذاب، لانه كل ما بدنا نعمل اي عمل كان في معاناه وفي عذاب. فضارت هاي الشخصيه وسميناها ابو عذاب، وعملنا عليها المسلسل كامل. فكل حلقه كانت تتكلم عن محور ما، ممكن مره عن المواصلات، مره عن الحفريات، مره عن الكهرباء وانقطاع، مره عن المياه وانقطاع. يعني كل حلقه كان لها في، وكانت بشكل ساخر وكوميدي، فتم عرضها على التلفزيون السوري. ويعني سنة 2000 عملنا اعلان لكان بمناسبة يوم الشجرة، اسمه ازرع شجرة الحياة. فكان عمل هذا كله هاند ميد، ما كان بالكمبيوتر، كان على الورق، واخذ مني وقت شهرين، مع انه هو كان مدته قصيرة، كان بحدود 20 ثانية تقريبا، 25 ثانية. فكان عمل جدا مميز وكتير محبوب وكتير العالم حبوه، حتى انشهر ونعرض بالجرائد حتى تكلموا عنه. بسنة 2007 عملنا عمل ليونيسيف كان اسمه التعليم للجميع، فكان يتكلم عن حقوق الطفل، انه حقه انه يدرس ويتعلم. فكانت مناسبة قدوم اللاجئين من العراق لسوريا، فعملوا هاي الحملة وكان فيها 5 إعلانات، 5 فواصل، عملتها بطريقة بسيطة موجهة للطفل، كانت كتير حلوة. بس المشكلة انه ما عرضوها اليونيسف، ما بعرف ليش، ما عندي فكرة. هون كانت اول مشاركاتي في سنة 2014. شاركت مع صالي بمرمرة، شاركنا بمعرض كان الفنانين السوريين. بعد فترة صار معرض للرجوان، شاركت بعمل، ومن بعدها توالت المشاركات. شاركت مع أصدقاء لنا كمان في معرض في أنقرة، كان معرض لصالح السفارة الأمريكية وقتها دعمته، فكان عمل كان كتير حلو، كان معرض ناجح. وشاركت بعد فترة أيضا بأنقرة بمعرض كان فيه للفنانين السوريين، من ضمنها شاركت بسكتشات اللي كنت أرسمها بالباص، فكان شاركت ب14 عمل فيها. وحاليا هون عم جهز لمعرض ان شاء الله، ممكن لمعرض السكتشات الباصات، فناوي اعمله ممكن بعد فتره قريبه. سابقا شاركنا بورشه عمل كانت بيونيك اسطنبول، عملنا ورشه عمل وكانت ناجحه وشاركنا بالمعرض، ومن فتره صار افتتاح المعرض لحتى الان قائم المعرض. فهذا كانت ايضا فرصه كويسه لان نتعرف على فنانين اتراك وكانوا كويسين، تعرفنا على شباب كويسين. بالنسبة لي كان في كتير هون صعوبات لأعرف الجاليريات والصالات وين متواجدة، وما بعرف أماكنها وبعيدة عنا. فلو يكون في ممكن دليل أو توجيه أو تعريف بالفنانين، بحيث إنه يكون في شوي دعم للفنانين السوريين أو الفنانين الأجانب هون، لأن إحنا نحس عنا بمدينة كبيرة وضاعين، ما بنعرف من وين نبدأ. هاي المشكلة، عرفت كيف؟ أنا مقيم هون مع عائلتي، نحن كلنا 5 أشخاص، عندي 3 أولاد وكلهم لهم هواية بالرسم، بحبوا الرسم، خاصة بناتي، وعندهم رغبة يدخلوا كلية الفنون، فهن مغرمين بالفن وبالموسيقى. وحتى الصغير منهم عمره 10 سنين ونص كمان بحب الرسم، حتى امبارح كان معنا في بحدد بافتتاح معرض، واخذ معه دفتره وبدا يرسم اثناء افتتاح المعرض. فانا بشجعهم على الشيء هذا، وبتمنى لهم مستقبل يكون افضل مني ان شاء الله، وبتمنى يكون في فرصه انه يدرسوا هون بجامعات اسطنبول ان شاء الله. نحن بابا شجعنا كثير وقتها كنا نرسم، بلشت رسم وقتها كان عمري شيء 2 سنين، مسكت القلم، بعدين ضليت كمل، يعني شوف بابا عم يرسم وعم شجعني وهيك، وضليت عم كمل. وبحب كتير الرسم بالحبر، وعلمنا كمان الرسم على الكمبيوتر وانيميشن وستوري بورد، يعني طرق مختلفة. هلا نحن انه مبسوطين هون عايشين بتركيا، يعني نحن اجينا انه من شي 2 سنين، فهلا اول ما اجيت كان في مثل هيك مشاكل انه باللغة وكذا، بس بعدين هلا تعلمت اللغة فصارت اسهل عليني، فحتى صار عندي هلا انجليزي وتركي، فانا ممكن حابه اني اكمل هون
دراسة بالفنون، حابة إني فوت جامعات يعني بتخص اسطنبول، مشهورة هون باسطنبول مثل جامعة معمار سنان، سمعت عنها إنه هي هيك مشهورة خاصة بمجال الفنون، فأنا حابة أكمل بهالمجال، حابة أضل في بهالمجال من أنيميشنز أو فين أعمل معارض أو هيك شكله باسطنبول. خصوص المستقبل، أنا أفكر بالاستقرار بهالبلد هون، أنا سعيد جدا، لكن مشكلة تأمين المعيشة هي المشكلة الأكبر، لكن أنا ما أفكر بالمغادرة، أنا سعيد بهذا البلد.